هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولا تمازحه. الممازحة في الأصل هي المداعبة لأجل المباسطة، تداعب أخاك بسطا معه. واش الممازحة ممنوعة بالكلية؟ الجواب لا، فيها تفصيل. الممازحة على قسمين. القسم الأول أن تكون ممازحة أخيك بقدر يسير، بالقدر الذي ليس فيه إفراط ولا غلو، وليس فيه إيذاء لأخيك. الممازحة ديالك مع أخوك لا غتأذي، توصلك إلى إلحاق الضرر به، تكون ممنوعة شرعا، تكون مذمومة. واحد انت عارفو كيتقلق لهذا وما زحتيه وبالغت في مزحه وافرطت وتجاوزت الحد الى ان تأذى بذلك، احسست شعرت انه تأذى بفعل، لا ينبغي الوصول لهذا الحد، لا يجوز. لكن الحد الادنى من الممازحه البسط شي شويه ويكون بقدر، يعني ما يكونش هذه الممازحه تكون عندنا هي الاصل، تكون بينك وبين اخيك هي الاصل. متى التقيته تكثر من ممازحتي، غير تلقاه كتجلسوا ساعه كامله ولا 45 دقيقه، اكثر الوقت كيمشي في المزاح. الا كان شي جد كيكون قليل، واحد 5 دقائق ديال الجد ولا 2 دقائق، هذا الا كان الجد، واكثر الوقت في المزاح، ويكون هذا ديدنا دائما، هذا ايضا مذموم. لكن الممازحه لا كانت بقدر مره وكانت بالقدر اللي ما كيذيش الطرف الاخر، يعني ما تجاوش حدك في الممازحة حتى تؤذيه، فهذه لا بأس بها، هذا أصل الممازحة لا بأس به. لكن شنو اللي منهي عليه هنا ولا تمازح؟ المقصود هنا الممازحة التي تتسبب في البغض والنفرة بينك وبين أخي. كاين شي ممازحة بين الناس كتأدي للبغض؟ كاين، هي بسبب المزاح اليوم وغدا بعد غدا ممازحة كتوصلهم للتباغض وكتوصلهم للنفرة، كيولي بينهم تنافر، وتكدر النفس. كيكون الانسان جاي باغي يتلاقى مع اخوه وينشط شويه كيولي العكس من ذلك في نفسه. لكن القدر اليسير اللي ما كيوصلش لهذا الحد يسير مره وكان كالملح فوق الطعام، هذا من لا باس به، هذا لا باس به، لكن بشرط يكون اش كالملح فوق الطعام. عندنا اصل عام كنجتمعوا لله، ينبغي أن يكون بقدر، وألا يؤدي إلى سوء الأدب، وألا يؤدي إلى إلحاق الأذى بالغير، يعني يكون مزاح خفيفا لطيفا بأدب واحترام. إذا احرص أيها المسلم، احرص على هذا النوع من المزاح، هذا جائز لا بأس به. شنو هو؟ هو اللي كيكون بأدب واحترام، يعني المزاح اللي ما غيقللش من شأن أخيك. خوك يبغي تضحك معاه وكتبغيه وهذا، لكن بشرط عندك إياك أن تقلل من شأنه، أن تزدري، أن تحقر. مازحه لكن مع احترامه ومع التأدب معه، فإذا كان مع احترامه والتأدب معه فلا بأس. وشنو هو اللي كيؤدي في الغالب؟ شنو السبب اللي في الغالب كيوصل المزاح؟ أو كاين بزاف الناس كيكون في الأول بيناتهم المزاح من هذا النوع، كيكون مزاح بأداب واحترام وبلوط في الأول. شنو اللي في الغالب اللي كيأدب المزاح إلى الخروج عن الحدود الشرعية؟ كيولي مزاحا مذموما وممنوعا، شنو هو؟ هو الطول. في الغالب اللي كيأدب ذاك الشيء هو الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. طول، ملي الإنسان يبالغ ويتجاوز الحد ويكثر من ذلك ما كيبقاش ملتزم بديك الحدود الشرعية، ولهذا لو بغيتي تبقى ملتزم بديك الحدود الشرعية وما تضرش خوك وما يضركش بجوج فلا تكثر، يكون كالملح فوق الطعام مرة شوية صافي ونشد نحبس، نقول هذه المرة الله يجعل البركة، فهمتي، مرة أخرى إن شاء الله. وهكذا كل ما كنت مع أخيك هكذا بقدر، كل ما تبقى بينكما المودة والألفة والاحترام المتبادل بينكما. إذا زاد الشيء على حده انقلب يضيق، وهذا كلام، هذا أصل عام. ولهذا الشريعة الإسلامية الأحكام التي جاءت بها، الأحكام اللي عندنا في الشرع، سواء منها الأوامر والنواهي اللي كتتعلق بالتعامل بين الناس، الأحكام الشرعية في باب المعاملات بين الناس، هذه الأحكام الشرعية تأتي كلها تلقوا فيها مراعاة
الألفة والمودة والأخوة بين المسلمين، ولكن لقوا فيها ما يجلب النفرة والتباغض. شنو كاين فيها؟ الأول كلها جميع المعاملات بين الناس اللي شرعها الله رب العالمين تجلب كلقوها أسباب جالبة للمودة والألفة والأخوة والمحبة بين المؤمنين. ما كاين، ما تلقاش شي حكم شرعي تجده جالبا للنفرة، ما كاينش حكم شرعي يجلب النفرة بين المسلمين، لا يوجد. إذا وعليه، إذا تقرر هذا فينبغي، يجب علينا أن نسعى لفعل. منكم ممكن شي واحد يسول يقول لي ما ضابطه؟ دابا قلتي ألا يطول، أن يكون خفيفا بأدب، ما ضابطه؟ يعني بغي نشيد، لأن هذا وصف غير منضبط، يختلف بحسب الإضافات والقلة والكثرة، ولا لا؟ عند الأصوليين كيتسمى في العلة كيتسمى وصف غير منضبط. الجواب أنه لا ضابط له، يختلف بحسب الناس، بحسب الناس. كاين اللي ممكن مماز، أنت دائما ضابط اللي عندك هو أن تقف عند الحد الذي تظن أو تشك أنه ربما يجلب النفرة. أي حد شكيتي قلتي هذا ربما يجلب النفرة، يجب الوقوف عنده. إذا الأمر كيختلف من شخص لشخص. ممكن واحد كيعرفك مزيان وصديق قديم لك وكذا، قد تتوسع معه قليلا، لأن عرفتي أن التوسع معه ما غيسببش لكم نفرة وتباغض وعداوة، راك أنت كتعرفو مزيان وكيعرفك مزيان وأنت عارف أن التوسع معه. ممكن تزيد معه واحد شوية، واحد جديد ولا هو ضيق العقل، هكذا كدير، هكذا هو الطبيعة ديالو، ضيق العقل ما مولفش بكثرة البسط وكذا، فهذاش تقف معه على حدود أدنى من إذن ضابط ديال هذا هو ألا تصل للحد الذي يحدث بينك وبين أخيك النفرة. طيب لو وقع الإنسان يقدر يغلط شي مرة، وقع منك من أخيك واحد خوك وصاحبك وموالف مرة كيمازحك مزاحا خفيفا وبأدب واحترام، لكنه بعد دوز عليه وتغض الطرف، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إلا بغيتي سي صاحب في الدنيا ما عمره ما يغلط فلن تجده، ما كاينش صاحب من البشر وبغيتي ما عمره ما يغلط معاك لن تجده. إذا لابد شي مرة يزل معاك وأنت من بعد قد تزل معه، فهنا كيجيو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تحاول تعرف، وأنت كذلك أيها المخطئ طرف لاخر، لابد أن تستسمح أخاك، أن تسأله العفو، لأنك غلطت في حقه. وإذا أخطأت في حقه، عرفت راسك آذيته بقول أو فعل، وجب أن تستسمحه، لأن لا يجوز لك تآذيه، ودابا آذيتيه درتي شيء مخالف للشرع، وهذا حق من حقوق العباد. ما غتقولش يا ربي تسمح لي، حق من حقوق، نعم غتقولها فيما بينك وبين الله، لكن راه مازال حق لي العباد، آذيتيهم، وجب أن تستسمحه، أن تطلب، أن تستحل، تطلب منه يجعلك في حل، تقول لي اسمح لي راني آذيتك بدون قصد. لأنه خبدون قصد، العمد والخطأ في حقوق الناس سواء، هذا حق ديال العباد، حق العباد خاصك تستسمحو، تقول ليه راني زل لساني أعتذر منك كذا كذا. علاش؟ باش نسدو الطرفين مع المسلمين، هذا الطرف وهذا كيسدو جميع الأبواب والنوافذ والمداخل اللي كيدخل منها الشيطان للتفرقة بين المسلمين. لأن أعظم الأبواب التي يسعى فيها الشيطان ويبذل قصارى جهده فيها ياش هو باب تفرق بين المسلمين، ولكن كما قال عثمان، ولكن في التحريش بينهم، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة، ولكن في التحريش بينهم، فهذا أعظم باب يدخل منه الشيطان، هو يحرش بين العباد، التحريش بين العباد بمعنى يوقع في نفس هذا على هذا شيئا، والعكس كذلك باش تحصل النفرة والاختلاف، لأنه عارف أن ضعف المسلمين فاش في اختلافهم وفي تنازعهم، إذا تنازعوا فشلوا وذهبت قوتهم، وقوة المسلمين فاش في الاعتصام والاتحاد والتآخي. فإذا المقصود هذا هو الحد الذي يجب المحافظة عليه. ثم قال في آخر الحديث ولا تعده موعدا فتخلف، هذا المعنى. دابا الحديث حنا راه قلنا ضعيف، رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن هذا المعنى ما توعدش خوك وعدا فتخلفه، هذا دلت عليه النصوص، دلت عليه، تقدم لنا في الحديث الصحيح أن هذه خصلة من خصال النفاق، إذا وعد أخلف. وخصوصا شنو هو الوعد الذي يجب الوفاء به؟
قدم لنا كل نشرنا ليه، وهذا عند المالكية وهو الراجح، رجحه غير واحد من غير المالكية، هو الوعد الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بأخيك. إلى وعدت أخوك بشي حاجة وبسبب الوعد ديالك له ترتب عليه ضرر، يجب عليك الوفاء شرعا، خاصك توفي، وإلا ما وفيتيش فأنت آثم. أما إذا كان وعد غير كلام تقال باللسان وما كيترتب عليه حتى شي حاجة، فهذا لا يضر من جهة الإثم، لا إثم فيه. نعم هو مكروه وخلاف الأولى وما خاصكش ديره، لكن لا يضر. فهمتوا الفرق؟ نذكر لكم جوج الأمثلة. مثلا الوعد اللي ما ترتب عليه والو، واحد قلت ليه وغيدير المشروع الفلاني وكذا كذا، وراه إن شاء الله أنا نوقف معاك ونعاونك، ما دارش المشروع الفلاني. أو مثلا قلت له إلا يسر الله تعالى، ما قلت لي دير ولا ما دير، قلت لي إلا يسر الله تعالى راه نعاونك بشي بركة بإذن الله، وهو غادي في طريقه، يعني نفس العمل اللي كان كيدير راه باقي كيدير، ما دارش شي حاجة بسبب الوعد ديالك، ما دار والو، مازال غادي في نفس الطريق. وأخلفت، هذا لي لا شرعا لا يلزمكش القضاء، ملي كترافع عند القاضي ما كيقولش القاضي خاصك تضمن ليه، كاينش ضمان، لكن من جهة مخالفة الوعد قيل هو آثم لمخالفة الوعد وقيل ذلك مكروه. لكن الوعد اللي كيترتب عليه وقوع ضرر، هذا يجب الوفاء به وضعا، ما كتكلموش على الحكم التكليفي، كتكلموا على الحكم الوضعي. وضعا واجب عليه يوفي هذا الانسان بوعده. واحد قلت لي شوف دير المشروع الفلاني، اي دير المشروع الفلاني وانا غنعاونك، انا نوقف معاك، الا خصك شي حاجه انا نعطيها لك، ولا انا نعاونك في بدايه المشروع، ولا لو وقفتي كذا غير دير المشروع، نصحتي بشي مشروع معين وقلتي لي انا نوقف معاك دير ولا حساب لك. دار ذاك المشروع فلم ينجح فيه بسبب الوعد ديالك، دار يجب عليك ان توفي بوعدك، اما تضمن ليه واما توفي بالوعد، واحد من الجوج، اما توفي بالوعد ديالك واما تضمن ليه الخساره اللي وقعات ليه، لان داك الشيء اللي داروا بسبب الوعد ديالك وترتب عليه ضرر، فيجب الوفاء. اذا المسلم اذا وعد في الجمله في العموم، الاصل ان المسلم اذا وعد لا يخلف، هذا هو الاصل العام. لكن من جهه الحكم الوضعي امتى كيقول ليه القاضي يلزمك الضمان، خاصك تضمن ملي كيترتب على الوعد حصول ضرر، حينئذ يلزم الضمان. هذه المعاني كلها تقدمت معنا. الحديث الذي بعده، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، اخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. الشيخ هنا الحافظ بن حجر كيقول لك في سنده ضعف، لكن وردت بعض الاحاديث تقوي هذا الحديث، ويمكن ان يصير الحديث بمجموع الطرق حسنا لغيره، كيرتقي درجه الحسن حسن لغيره. مما ورد في الباب ما رواه البيهقي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له اي الاعمال افضل؟ قال الصبر والسماحه وحسن الخلق، صححه السيوطي. وما اخرجه الديلمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله، فاما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق والسخاء. المقصود ان هذا الحديث بسنده ضعيف، هذا ديال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق ضعيف، لكن المعنى العام ديال الحديث وهو ان هاتين الخصلتين خصلتان مذمومتان، وهما البخل وسوء الخلق، ما خاصش المؤمن يتصف بتشي وحده من هادو، فكيف بهما معا؟ هذا دلت عليه النصوص. نعم الله تعالى في كثير من الايات في القران حذرنا من البخل والشح، ذمه الله تبارك وتعالى، وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح. من النصوص الوارده في القران في التحذير من البخل وذمه قول الله عز وجل في سياق الذم، كيذم هاد الناس، قال الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، وهو يذمهم. وقال ربنا وهو يذم الكافرين، شوف هذو الكافرين اللي دخلوا النار جهنم، باش ذمهم الله؟ قال لك ذمهم الله تعالى بانهم لا يحضون على طعام المسكين، هذا الكافر اللي كيدخل نار جهنم، كيقول الله تعالى ولا يحض على طعام المسكين. لاحظوا هذه قمه البخل، هذا ولا يحض على طعام المسكين قمه البخل، لان الانسان لا يطعم المسكين هذا بخيل،
والذي لا يحض أشد بخلا. فهمنا المسألة؟ دابا هذا واحد هو عنده وما كيطعمش، هذا بخيل. واحد ما غاديش يطعم هو ما عندوش وما غير مطالب بالإطعام، ولا عنده وما قلناش ليه طعم، قلنا ليه غير حض الناس على الإطعام، كلمته مسموعة. إلا قلتي لبعض الناس أطعموا المساكين غير طعموهم، حتى ذاك الحض بلسانه يعني يحث الناس على الطعام لا يفعله، هذه قمة البخل. ذمه الله، وقال ربنا تبارك وتعالى عن أهل النار من اللي كيدخلوا للنار أش كيقولوا؟ ولم نكن نطعم المسكين. أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هم إذن هذوك لا يحضون وهذو لا يطعمون. وقال الله تعالى وأما في سياق الذم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال ربنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا شكون هو المفلح؟ قال لك الله تعالى هو الذي توقى شح نفسه. الشح هو البخل، يعني اللي توقى الشح هذا من المفلحين. مفهومه مفهوم الشرط، من لم يتوقى الشح فليس من المفلحين. اللي هو من المفلحين هو اللي توقى الشح، أما من لم يتوقاه فهذا ليس من منه. والنصوص في ذلك كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كثير من الناس فيما مضى وقع بيناتهم القتيلة، وقعت القتيلة بين قبيلتين بسبب البخل والشح. إذا الشح والبخل مذموم شرعا وعقلا وعرفا. الشرع يذمه وعقلا راه مذموم، وفي العرف الناس يذمون البخلاء. واش كاين شي ناس عقلاء يمدحون البخل؟ كاينش اللي كاين، العقلاء كلهم يذمون البخل. إذا حتى في العرف، في العرف ديال الناس في جميع الأعراف، ماشي في العرف ديالنا ولا ديال جميع الأعراف، باتفاق العقلاء البخل مذموم. أي واحد فيه البخل الناس كينظروا ليه بنظري النقص وتسقط مروءته، شوف فلان بخيل شحيح كذا. طيب الشيء الثاني اللي عندنا شنو هو؟ سوء الخلق. ثم كتعرفوا أن الشريعة جاءت مستفيضة في الحث على حسن الخلق، أحاديث كثيرة وآيات كثيرة جاء الحث على حسن الخلق، وضد حسن الخلق السوء. إذا صفة مذمومة خصلة قبيحة ما خصش يتصف بها المسلم، لا يجوز أن يتصف بها المسلم. حاول المسلم ما أمكن أن يحسن أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتي بعسير حسن وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم. إذا فسوء الخلق شيء مذموم، هذا حاصل الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال، المستبان هما المتشاتمان، يقال المستبان من قولهم استب يستب، ويقال في العربية المتسابان من تسابا يتسابا، عندنا استب وتسابا بنفس المعنى. وهنا في الحديث عندنا المستبان من استب يستب، تهو يفيد المشاركة، افتعل قد يأتي تهو للمشاركة. إذا شكون هما المستبان؟ أي المتشاتمان اللذان يتبادلان الشتائم، هذا كيشتمو الآخر تهو كيرد عليه بالمثل. قال لك المستبان ما قال أي شيء قاله فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فعل البادئ إيش معنى على البادئ؟ فعل البادئ الإثم. ولكن انتبهوا أنا غنذكر لكم صور ديال هذا الشيء. دائما شوفوا الأصل العام كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كيكون آثما أو اللي كيكون إثمه أشد. إذا كانوا قاعد جوج آثمين اللي كيكون الإثم يالو أكثر، شكون؟ هو البادئ اللي بدا الأول، إما هو الآثم بوحده الآخر غير آثم، ولا كيكون إثمه أشد. إمتى كيكون آثم هذاك اللي بدا بوحده؟ إلى الآخر قال ليه ولك بالمثل، ما زادوش على ذاك الشيء اللي قال لي. انتبهوا، هذا الذي رد عليه لم يزده، ما زادوش على ذاك الشيء اللي قال لي، رد عليه بالمثل، قال ليه ولك بالمثل، صح؟ ما لم يزده. ففي هذه الحالة على البادئ الإثم، هذاك اللي بدا هو الآثم، وذاك اللي رد ليس عليه شيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن إلى هذا اللي الثاني زاد، هذاك سبو سبا، هذاك سبو عشرة ثاني،
فبجوج آثماني، لكن هذاك البادئ أكثر أكثر حينئذ كيدخل بجوج في الإثم. هذاك الأول آثم لأنه بدأ، والثاني آثم لأنه زاد على القدر، لكن اللي أكثر ضيما البادئ هو اللي كيكون أشده، لأن أنت اللي جبت العيب الأول. فعلى البادئ، إذا ايش معنى قوله أصلا على البادئ؟ أي على الذي بدأ الشتم الإثم دون المجيب المنتصر، لكن شرط أن إلى المجيب ما زادش، بقى في المثل أو دون المثل، وجزاء سيئة سيئة. لكن تبي واحد المسألة، هل الجواب، واحد المسألة مهمة هنا، الجواب اللي كنقولوا المتسباني كذا وهذا اللي جاوب بالمثل، تبي واحد المسألة، الإنسان ممكن يجاوب من حيث الجواز يجوز، لكن واش يجيب بالكلام القبيح؟ لأن الشتم يقدر يكون بألفاظ قبيحة تقدح في مروءة الإنسان، وقد يكون السب بغير ذلك، بألفاظ هي كتعدى لنا من الشتم، لكنها ليست ألفاظا بذيئة، فهمنا؟ فإذا كان الشتم بالألفاظ القبيحة اللي كتدل على بذاءة صاحبها، شيء ألفاظ كتسمى ألفاظ فاحشة، لا يليق بالمسلم أن يتكلم بها، كلام قبيح، فهذه المسلم ما خصوش يجاوب بها، وخا يقولها ليه الاخر ما يجاوب، حتى الا بغى يجاوب يقول ليه وعليك مثلها، وعليك مثلها، ولا يقول لي انت احق بها، المهم انه لا يتلفظ بها، ما يخرجهاش تلك الالفاظ القبيحه من فيه. لكن الا كانت الالفاظ التي يشتم بها مما لا يخل بالمروءة يمكن ان نطق به، بحال قال ليه لعنك الله يقول لي لعنك الله انت، ولا قبحك الله قبحك الله انت، او نحو ذلك. فهذه وإن أجاب بها فلا بأس، واضح؟ لأنها لا تسقط مروءة إنسان، ما كتعدش بذاتها لفظا بذيئا فاحشا عند الجواب عند الرد، لأن انتبهوا راه كاين بعض الأشياء كتكون عيب إبدا بها الإنسان، ولكن ما كتكونش عيب في الرد، حين الرد لا تكون عيبا، كتكون عيب تبدا بها أنت الأول تقول واحد قبحك الله، لكن في الرد إيش؟ قد تكون واش؟ مما لا عيب فيه، عرفا مما لا عيب فيه، لكن كما قلنا بشرط ما يكونش الكلام كلام ساقط، كلام فاحش بلي هو الكلام الساقط اللي كيقولوا اهل الفجور واهل الفسق، هذا ما خصوش يتلفظ به المسلم على كل حال. إذا دابا اش كلمنا علاش؟ على المرتبة ديال الرد، هذا الرد ما حكمه؟ جائز، ماشي واجب ماشي مستحب، جائز. لكن إذا هذا المسلم ما بغاش يرد، ترفع عن الرد، ما بغاش ينزل لذاك المستوى ديال الرد، كاين شي مرتبة أكمل من الرد؟ نعم، كاين مرتبة أعلى وأفضل وأكمل من الرد، وهي اش؟ أن يسكت عنه، ألا يرد عليه. ربنا تبارك وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ثم بعد قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر تصبر عليه كاع وما تجاوبوش، هذه مرتبة أكمل. فإذا قدر الإنسان أن يتصف فهذه هي أكمل وأقبل، ألا تجيبه ولك الأجر. لكن إن كنت مجيبا ولا بد فلا تزيده على ما قال لك، ما تزيدش الفوق، ما تقولش لي أنت إلا كتعرف وتسب أنا راه كنعرف أكثر منك، لا، لا تزيده على أكثر مما قال، ولا تتلفظ بكلامه إن كان ساقطا، لا يتلفظ به ذو المروءة، الكلام الساقط هو اللي ما كيخرجش من أفهام من أفواه ذوي. كاين بعض الكلام هو خافي معرض الرد، إلا قالوا شي واحد سقطوا مروءته خاف معرض الرد، لأنه كلامه ساقط لا ينبغي. لكن إذا لم يكن كذلك يمكن الجواب به بشرط عدم الزيادة. إذا الشاهد قال: المستباني ما قال فعل البادئ. كيف ما قالوا؟ شكون اللي هو الآثم ولا الأشد إثما؟ هو البادئ دون المجيب. شوف اش قال: ما لم يعتدي المظلوم، هذه ذكرناها. اش معنى ما لم يعتدي المظلوم؟ ما لم يتجاوز المظلوم حده، لأن الشرع من اللي جوز له الرد، جوز له الرد بقدر السب، بقدر البدء. فإذا تجاوز المظلوم الحد حينئذ هو كيولي آثم، هو يصير ما لم يعتدي المظلوم. شنو هو الاعتداء؟ هو مجاوزة الحد، الاعتداء مجاوزة، هو قال لك كلمة أنت رديتي عليه بعشرة
هو قال لك جوج كلمات كذا انت ساعه وانت كترد، واضح؟ هذه مجاوزه في الحياة. نعم انت مظلوم من جهه البدء، هو اللي بداك، لكن دابا الان ملي زدتي على القدر اللي كيحصل به الجواب صرتاش معتديا، وليتي معتديا لانك تجاوزتي القدر المسموح به. لكن اذا الانسان كما قلنا عفا واصلح فهذه هذا اكمل. نعم هذا اكمل. ربنا يقول فاصفح الصفح الجميل، ويقول وليعفوا وليصفحوا، ويقول في وصف المؤمنين المتقين الذين يدخلون الجنه قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من يعفو عن الناس يعتبر واش محسنا، يعتبر محسنا، الله تبارك وتعالى يحبه. هذا حاصل الحديث. الحديث الذي بعده عن ابي صرمه قال، هذا هو الحديث رقم 21 في هذا الباب. باباش؟ باب الترهيب من مساوئ الاخلاق. باب الترهيب من مساوئ، يعني هذه الاحاديث اللي عندنا كلها كرهبنا النبي عليه الصلاه والسلام خوفنا فيها من مساوئ الاخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه. الحديث أقل أحواله حسن، حسن، وهو في صحيح الجامع. شوف واش كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار مسلما، اش قال؟ ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. من ضار مسلما، اش معنى ضار مسلما؟ أدخل عليه ضرر، ألحق به الضرر، اللي ضر مسلم يعني ألحق به الضرر، أش يقع؟ يجازيه الله من جنس عملي، الجزاء من جنس العمل، كتعرف الجزاء من جنس العمل، أنت أدخلت الضرر على مسلم، أش الجزاء ديالك؟ يضر بك الله تبارك وتعالى. ومن شق على مسلم، شاق مسلم، أش معنى شاقه؟ أدخل عليه المشقة، شي معاملة بينك وبينه ممكن تيسر فيها وهكذا، وتعمدت أن تشق عليه، أن تصعب عليه الأمور، بغيتي بالعاني تصعب عليه الأمر وتعقد عليه وممكن تيسر، أش يقع؟ يشق الله عليك. وراه تقدم كنا متنا بأصحاب الإدارات مكلفون من ولاة الأمور بقضاء مصالح المسلمين، هو مكلف بقضاء مصلحة ويتعمد أن يشق على المسلم، كيجي المسلم في قضاء مصلحة وهو قادر على قضائها ديك الساعة ويشق عليه، إما يشق عليه بكثرة طلبات، إيتي بكذا وكذا وكذا مما ليس بلازم، هذاك الشيء أصلا ماشي لازم، هذه من المشقة، أولا ارجع غدا ولا ارجع في المساء وكذا، وهو يستطيع قضاء حاجته في ذلك الوقت، كذلك من المشقة، فليحذر أولئك من إدخال المشقة على المسلمين، وعلى هذا فقس، أي شيء فيه إدخال مشقة على المسلمين. ومن شاق مسلما شق الله عليه. اذا معنى الحديث ظاهر. هذا الشق الاول ديال من ضار مسلما عام ولا خاص بشي نوع من انواع الضرر؟ شوفوا، من ضار مسلما عام في جميع انواع الضرر. اذا احذر ايها المسلم ان تدخل على اخيك الضرر مباشره او بالتسبب، واحد من جوج، ضر مباشره، انت تسببتي، انت مباشره باشرت الضرر به، ضربتي بيدك ولا قلتي لي شي كلمه، لان ادخال الضرر على المسلم باش يكون اما بالقول ولا بالفعل. اذا من ضار مسلما باش اما بقوله او بفعله. وهذا الضرر كما قلنا اللي ضريتي المسلم بقولك او بفعلك كيف ما بغى يكون، صغيرا او كبيرا، هو محرم عليك ولا يجوز لك. وإلا دخلتي الضرر على المسلم فالله تبارك وتعالى يجازيك من جنس العمل. مش من جنس العمل، مش المقصود غيضرك بنفس المضره، لا، المقصود نعم، المقصود انه يضرك سبحانه وتعالى، لانه في العموم انت اش درتي؟ ماذا فعلت؟ ادخلت الضرر على، وراه قلنا سواء كان مباشره ولا بالتسبب، فمو معايا مزيان. هذا الحاق الضرر بالمسلم سواء كان مباشره ولا بالتسبب. مباشره دريتيه، انت اللي قلتي، انت اللي فعلتي، واضح؟ بالتسبب انت ماشي مباشره دريتي، لكن تسببتي انت السبب. انت قلتي لواحد اخر ولا درتي شي حاجه لواحد اخر، واحد اخر ضاره، حتى في هذه الصوره كتعتبر مضارا، حتى في هذه الصوره. وطيب هذاك الجزاء ضره الله، واش المعنى ان الله غيضرك بنفس القول ولا الفعل؟ لا ماشي شرط، لكن سيضرك الله، غير حقبك الله تعالى
هذا هو معنى الجزاء من جنس، لا لاحظوا شكي يقولوا من جنس العمل ماشي من عين العمل. الجزاء زيد من جنس العمل ماشي من عينه. إذا شو معنى الجنس؟ هو المضارة. ضريتي به غيضربك الله تبارك وتعالى. كيف وراه كثير من الناس كيوقع لهم هذا الجزاء وما كيشعروش به. علاش؟ لأنه كتجيه المضرة من جهة أخرى. ملي كتجيه المضرة من جهة أخرى كيقول كينسى راسو راه ضر هو، ما كيقول لا أنا ضريت من هذه الجهة. لا، ضرر ضرر. الجنس هو الضرر. هذاك ضرر ضريتي به مسلم والله تبارك وتعالى ابتلاك بهذا الضرر فيك ولا في ولدك ولا في مالك، ابتلاك الله بضرر آخر. ماشي شرط يكون من عين الضرر، وإنما الشرط يكون من جنسي. فهمتوا الفرق بين الجنس والعين؟ مثلا أنت ألحقت به الضرر بقول والله تعالى يضربك بفعل، ممكن ضرر ضرر يجمعهما جنس الضرر. طيب هذه فلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في الحديث الآخر لا ضرر، وهذا الحديث كيتعتبر قاعدة في الشرع، يعتبر أصلا في الشريعة. شو معنى لا ضرر ولا ضرر؟ لا يجوز للمسلم أن يضار بأخيه لا ابتداء ولا جزاء. لا ابتداء ولا اشتتاء في الجزاء، لا يجوز الضرر بأخيك، وإنما في الجزاء كدير ليه مثل ما فعل بك دون الزيادة. إذا زدتي كدخلت أنت في الضرر، وجزاء سيئة سيئة. إذا ابتداء ما خاصكش تضر به، وحتى جزاء إلا دار شي حاجة يستحق بها الضرر ما تزيدش. إذا زدتي أنت كتدخل في المضارة، كتولي أنت ضررت بأخيك، أضررت به. واضح المعنى؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني قلنا ومن شاق مسلما شق الله عليه. وفي هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام كيتكلم على ولاة الأمور ولا على أي شخص ولاه الله من أمر المسلمين شيئا. وراه كنتقدم معنا الحديث اللي عقلته هذا بنفسه تقدم معنا قريبا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا من ولي شيئا، شوف أي شيء. إيش معنى من ولي أي شيء؟ يعني عندك سلطة على ناس تحت منك، واخا المنصب ديالك يكون منصب صغير، المهم كاين الناس تحت منك أنت كتقضي مصالحهم كيرجعوا لك. ولو يكون المنصب ديالك صغير وفوق منك ناس بزاف، ما دمت انت فوق من واحد الناس فانت كتسمى ولي امر ديال دوك الناس. هذاك اللي فوق منك حتى هو ولي امر ديالك. فاي واحد ضر بمن تحته يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول فاللهم اشقق عليه، لان اللي عطاه الله تعالى شي مسؤوليه ولايه كان عنده سلطه على شي ناس تحت منه خاصه. ما الذي يجب عليه؟ أن يبذل قصارى جهده في التيسير عليهم. الله عطاك ذاك المنصب وأنت مؤمن، هذوك خوتك، خاصك تبذل قصارى جهدك في أن تيسر عليهم وأن تجلب لهم كل خير ومنفعة ومصلحة. أي منفعة، أي خير ومصلحة عرفتيها تحاول ما أمكن تقدمها لخوتك، وأي مضر وكذا تحاول ما أمكن أن تدفعه في حدود الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا، لكن كدير جهدك انك تعاون اخوانك. الا ماشي حاجه لا تستطيعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي العكس، ماشي الله تعالى ولاك عليهم باش تسلط عليهم، باش تظلمهم، باش تعتدي عليهم، باش تشق عليهم. لا، ماشي هكذا الله تعالى كيولي الناس. يولي الله تعالى بعض الناس على بعض الناس باش يتعاونوا معهم ويقضيوا مصالحهم ويجلبوا. وهذا التعاون في الاصل راه خاصو يكون بين عامة المسلمين، بين المسلمين المتساوين في الرتبة. فكيف إذا كان واحد أعلى من الآخر غاسو يدير جهده أنه يسهل على المسلمين؟ عارف شي حاجة فيها مشقة على إخوانه اللي هو مكلف، اللي هو مسؤول عن حقوقهم، يحاول يدافع عليهم في غيبتهم، يقول لهم لا هذه في مشقة، إلا استطاع يدافع، هذه في مشقة عليهم، حبذا لو أنكم ديروا لهم غير كذا وكذا، وبلا ما يكون كذا. هذا هو المطلوب. ومن أخل بهذا اش كيدير؟ كيشق على إخوانه ويريد إلحاق الضرر كما هو الواقع اليوم. كثير من الناس لا يبالي، صافي هو تولى منصبا، عنده سلطة على بعض الناس ولو سلطة غير نسبية، تحت منه غير شي كميشة ديال الناس، يعجبه منصبه، تعجبه سلطته، فيعتدي على الناس ويظلم ويجور. هذا محرم شرعا. بالعكس، أنت الله تعالى أعطاك المنصب، حاول ما أمكن أن تقضي مصالح الناس وأن تيسر معهم في حدود استطاعتك فيما هو ممكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يشق على من تحته. انت ولي امر على شي وحدين تحت منك، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يشق.
إذا قال عليه الصلاة والسلام من ضار مسلما ضاره الله، ضار خطير هذا، ضاره الله تعالى غيدافع على دوك المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. راه ممكن تجيك العقوبة من الله ما تعرفها من جهتك. وراه كثير دابا في زماننا هذا من اللي كثرت وانتبهوا لهذه المسألة، في زماننا هذا لما كثرت العقوبات كثير من الناس ما بقاوش يحسوا بها لأنها كثرت وتوالت وتتابعت، ولات كتجي العقوبات ما كيحسوش بها وما كيستشعروش أنها ممكن تكون عقوبة. وخاصة لأن دابا الأصل في المسلم إذا كان مفرط في جنب الله، إذا كان مقصرا كيدير المعاصي وكيخالف أوامر الله بزاف وجات العقوبة، علاش خاصو يحملها؟ على أنها لرفع الدرجات وتكفير السيئات ولا على أنها عقوبات؟ إذا كان المسلم عاقل غيحملها على أنها عقوبات. أنت ما دمت منحرفا عن الطريق المستقيم كدير المعاصي ليلا ونهارا وكتخالف أو جاتك عقوبة، ما غتقولش الله غير يرفع الدرجة ديالي ويكفر السيئة، لا يناسبك، لا ما كيناسبش حالك. أش تقول؟ تقول هذا راه ظلمت فلان ولا درت لفلان ولا العلان. لكن في زماننا هذا كثروا جوج الحوايج، كثر ظلم الناس وكثرت العقوبات، مابقاوش الناس كيحسوا بها. دابا راه كثير من المسلمين كيبتليهم الله اما في انفسهم ولا في اولادهم، اما في العمل، اما في الرزق، اما في الصحه، اما في كذا وكذا وكذا، ولكثره هذه العقوبات وتواليها مابقاوش كاع كيسندوها الى الله ولا كيتفكروا، ماشي كينكروا غير كيغفلوا، كيغفلوا زعما على هذا المعنى، ولا كيتفكروا ان هذه راه ممكن تكون عقوبات من الله. وفي الغالب كتلقى الناس كيغفلوا على هذا المعنى وكيسندوها غير للامور الماديه والامور الكونيه، وقع كذا لانني ما درتش كذا، كون درت كذا كون ما وقعش كذا، هذاك راه ابتلاء من الله تعالى. السلف رحمهم الله اللي كانوا كيراقبوا الله وكيحاسبوا نفوسهم المحاسبه المطلوبه كان غير شوكه، شوكه كتقيسهم، كيتذكروا شي معصيه داروها قبل 6 شهور ولا عام، ولا كيقول هذا راه ديك المعصيه. وشنو معصيه؟ من صغائر من اللمام اللي حدث بعدها توبه ودار اعمال صالحه ودار 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 ودار، ويسيء الظن بنفسه، كيقول انا زعما ما نستاهلش، انا ما نستاهلش نقول هذه راه الله بغى يرفع بها الدرجه ولا يكفر، ما نستاهلش هذا المقام. دائما يتهم نفسه، كيقول هذه شي معصيه درتها هذه، وكيبدا يتفكر المعاصي اللي دارها بعدا. وشنو هاد المعاصي؟ من صغائر الذنوب وشي امور، هاد المعاصي اللي كانت عند السلف راه شي امور بالنسبه لنا حنا من المباحات، بالنسبه لنا حنا دابا في زماننا من المباحات، يعدونها هم يعدونها من ما. والعقوبات راه ماشي العقوبات هما بالنسبه لهم حتى يطيح في الفراش، ولا العقوبه بالنسبه لهم حتى يفتقر يكون غني ويطيح للارض عاد كيقول عقوبه، لا راه ادنى شيء يجعله عقوبة. إني لا أعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي، غير مرت ولا لقاها شي نهار ماشي هي هذيك، كيقول هذه عقوبة من الله. حنا دابا العقوبة إمتى كنتفكروها؟ حتى كتوقع شي مصيبة كبيرة عاد كنقولوا ربما هذه شي عقوبة. ما راهي شي بسيط، الزوجة ديالو هي غادا معاه مقادة شادة معاه الطريق، مقادة معاه. شي نهار دخل الدار لقاها ماشي هي هذيك، ما تعاملتش معاه مزيان. الخلق ديالها تبدل، كان خلقها سيء معاه ماشي كسائر الأيام. باش كيفسروا هذا الشيء؟ كيقولوا هذه العقوبة، ابتلاني الله تعالى بهذه العقوبة هذه بسبب المعصية ديالي، فأجد ذلك في خلق زوجتي، اش معناها خلق؟ أي شي مرة ماشي هي اللي كيقول هذه عقوبة عاقبني الله بها، هذا الشيء علاش الزوجة ديالي ساء خلقها اليوم. ودابتي، الدابة ديالو عنده بغل ولا فرس ولا حمار، الأصل أن الدابة فيما جرها كتمشي، شي مرة إلا تعكست ليه على غير المعتاد، على غير المعتاد، بغى يجيب ديك الدابة ديالو يركب عليها تعكست، ما بغاتش تجي ضرب معاها تمارة، دار ليها من هاد الجيل عاد جبدها، كيقول هذه السلف، كيقولوا هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا علاش هاد الشيء؟ كيفاش وصلوا لهذا المقام؟ كانوا يراقبون الله ويحاسبون انفسهم وكيدققوا معها يوميا يوما بعد يوم، هادشي علاش ما تراكمتش عليهم المعاصي وما تراكمتش عليهم العقوبات. ملي كتراكم علينا ايها الاخوه المعاصي وكتراكم علينا العقوبات ما كنبقاوش نفرقوا بين العقوبات وبين غيرها. نسال الله تعالى التوفيق والهدايه نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على اعلم وجل واحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.